اهلا. نعم استاذ، تسمح لي اروح على البيت قبل بساعه؟ المره تعبانه كثير وبدي اخذها على الدكتور. وانا شو دخلني؟ هذاك رئيس المراقبه الجديد، روح لعنده. انا ما عاد دخلني بالقصه. حاضر. شد البرغي منيح يا مروان. حاضر معلم. يعطيك العافيه استاذ خالد. علي ابو رعد، خير؟ شو في؟ بتسمح لي روح على البيت قبل بساعه؟ المره مرضانه وبدي اخذها على الدكتور. ايه روح، الله معك، معافاه ان شاء الله. الله يعافي قلبك. علي ابو رعد، مع السلامه. وين الرومان يا مروان؟ ليكو على يمينك معلم. وهاي العسلات، نقلت النحلات خصوصي على مرعى اليانسون من شانك. يسلموا هالديات. هدول عسلات ظراف كتير، تاكلوهم بالهنا، ما فيهم جنس الغش. انا ما بشتري من السوق لانه بخاف يكونوا مغشوشين، لذلك بوصيك لاني بعرف انه عسلاتك طيبين وما في منهم. هدول اول قطفه، امتى ما خلصوا انا جاهز استاذ ممدوح. اللي شلونك بالمرآب؟ إن شاء الله رئيسك الجديد ما عم يضايقك ويعذبك. عم اتعب كتير يا أستاذ ممدوح. معناتها لازم أتصل فيه ووصي فيك. يا ريت تتصلي بالمدير فرد مرة، بدي أرجع على المديرية. لك بترجع بترجع، بس اصبر لك شي يومين ثلاثة لحتى يهدى المدير العام. يهدى؟ ليش شبه؟ زعلان منك وكان بده ينقلك على دير الزور، لو ما توسطت لك أنا عنده ونقلك بعدين للمرآب. وما عرفت لي شو اللي مزعله مني؟ سمعان عنك طرطيش كلام انك عم تسمسر بالمديرية. ما عرفت لي مين اللي عم ينقل له اخباري؟ حاولت بس ما عرفت. خلاص عرفته، ما في غيره. الله يوقعه بايدي مرة تانية. هالمرة مو بس بدي اعطب له عينه، بدي اعور له اياها منشان يصير مثل اعور الدجال. استاذ سعيد، الرسوم اللي لازم يدفعوها المواطنين على معاملاتهم، مين بيحدد قيمتها؟ سيدي، من رئاسة مجلس الوزراء. طيب هاي الكسور شلون بتطلع؟ مثلا بتلاقي مثلا رسوم 17 ليرة و10 قروش، مثلا 278 ألف وفرنك مثلا. صحيح سيدي. سيدي، عادة الرسوم بتكون عدد صحيح، بس لما بينضاف عليها ضرائب، مثلا بالمية كذا إدارة محلية، بالمية كذا ضريبة تانية، بالمية كذا ضريبة خامسة، بالمية كذا ضريبة رابعة، هيك بتجي الكسور سيدي. طيب نحن ما فينا نجبر الكسور؟ مثلا تحت الليرتين ونص لصالح المواطن وفوق الليرتين ونص لخزينة الدولة. سيدي، إذا كان عفنا الليرتين ونص تتأثر خزينة الدولة، وإذا أخذنا من المواطن الليرتين ونص زيادة بتقوم علينا القيامة. طيب مو أحسن ما يأخذهم موظف الصندوق؟ الحق على المواطنين مو علي. لو المواطنين يجيبوا فراطة قد الضريبة اللي بيدفعوها، ساعتها لا راح عليهم شيء ولا على الدولة. طيب شو رأيك انه واحد طلعت رسومه 245 ليرة، اخذ منه موظف الصندوق 250، قال شو طابع لمكافحة الإيدز؟ معناها الحق مو على الضريبة، الحق على موظف الصندوق، هو نفسه دنية وما فينا نحكي معه شيء حتى لو لغينا الكسور من الرسوم. هي معك حق فيها، انا لازم اعين واحد بداله. وشو هو الخبر يا سيدي؟ عم تصير عمليه تخريب مقصوده بالمرآب، والمدير العام له ضلع فيها. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت، والدليل موجود. احكي شو القصه. لطيف، بعرفك ها، اوعك تكون عم بتفتري. الشغلة فيها مدير عام وضحك لعبة. يا سيدي لا بدي افتري ولا بدي اكذب، قلت لك الدليل موجود. استاذ، انا ترددت كثير قبل ما اجي لعندك واحكي لك شو القصة، بس ضميري ما طاوعني، قلت لازم المدير العام يعرف. اكيد الموضوع في سوء تفاهم، ومو معقول يعني يكون لك ضلع فيه، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك، يعلم الله أني أحبك. أستاذ ممدوح، أنت عن شو عم تحكي؟ أنا ألي طلع قصة تخريب؟ معاذ الله يا أستاذ، مو معقول منه. أنا أصلاً أول ما سمعت الخبر كذبته،
قلت مو معقولة يعني حضرتكم رمز للصدق والأمانة والإخلاص في العمل، يعني مو معقولة كلكم طلع بهيك موضوع يعني. ايه وبعدين؟ يعني بقصد ما بيجوز حضرتك تكون تسرعت شوي لما شلت لطيف وحطيت بداله خالد رئيس المرآب. ليش شو سوى خالد؟ طلع عضو مخرب مو بعيد كمان كله صلات مع شبكة تخريب البلد وصلات مع شبكات تخريب أجنبية هدفها خرب اقتصاد البلد وخلق بلبلة فيه لإضعافه وإركاعه والنيل من صموده. أستاذ ممدوح يا ريت بلا هالشعارات وجاوبني على قد سؤالي، خالد شو عمل؟ يا أستاذ بالمرآب في باص معطل وحضرتك يعني أمرت خالد بأنه يصلحه، بدل ما يصلحه خربه على الآخر، وفي عامل شافه عم يفك القطعة الخربانة ويكسرها عن عميد. أنت متأكد من هالحكي؟ أستاذ بإمكانك تفتح تحقيق بالموضوع وتتأكد بنفسك. معك حق، أنا رح أفتح تحقيق والتحقيق رح يكشف كل شيء عم يصير بالمديرية. الله لا يوجه له الخير يلي حكى عنك. طمني شو عملت؟ المدير العام رح يفتح تحقيق بالموضوع وكل شيء موقف على شهادة العامل تبعك. ولا يهمك، مروان مستعد يشهد باللي بدي اياه، قصدي باللي بدنا اياه. اذا مبروك عليك رئاسة المرآب من اول وجديد. وإلك علي بس ارجع السلم لرجع للاولاد السيارات اللي انسحبت منهم. والمدير العام ليش كل شيء عم نساويه عم يدرى فيه المدير العام؟ لا دخيلك ما بدي، انت بتعرف وداب الحرام كتار. بسيطه، بنقول له كان السائق طالع بمهمه شاف ابنك بالطريق طالع يوصله، ما فيها شيء. بلا بلا، انا قررت اني اشتري لك الولد سياره. اذا كان خلي البنزينات على حسابنا. روح روح يلا خلص. السلام. ابو احمد حكيت لنا مع ابوك مشان اخي؟ ايه لكان حكيته. شو يعني لكان حكيته؟ اذا قبل لنقول له يداوم المسكين، واذا ما قبل لنقول له يحق. لا مو مشان ما زين اخوك. ايوه ايه حكيت ليك. اعتبر الموضوع منتهي. ايوه اخوك محكوم شيء. اخي محكوم، اخي محكوم. طول بالك مثل الغنمه بيمشي الحيط الحيط. قول يا رب الستر. طول بالك انه خليه يجيب ورقه لحكم عليه وشهادة حسن سلوك او يعني هاي الاوراق الثبوتية. عرفت لك شهادة سواقة معه يعني حباشات الروتين. ايه شيء مبدئيا يعني. اهوتك علي يا ابو احمد. ايه اهوتك اليوم وبكره الصبح. ايه ولا يهمك بسيطة. قوم وهيك كفي ابو المجد. كفو كفو انت الكفو، انت الكفو. شرك حسام. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني ما حكيتي بالموضوع؟ حق علي انا. أنا ما كان لازم أطلب منك هذا الطلب وأحرجك. حسام ليش هيك عم تحكي؟ أنا حكيت مع بابا بالموضوع بس. بس شو؟ رفض يلبي لك طلبي؟ لا هو ما رفض لأنه الطلب منك، بس بابا بصراحة ما بيحب الواسطة، وبابا بيآمن بتكافؤ الفرص وإنه الأجدر هو اللي لازم ينجح، وإنه المواطن الصالح يجب أن يصل عبر التسلسل وإلى آخره. إيه تسلسل لكان. طيب احكي لي بالتفصيل شلون انكسرت القطعة معك؟ سيدي الشغلة ما بدها تفصيلات، عم فكها، زيرت عليها بمفك البراغي، عم كسر طرفها معي غصبا عني سيدي. يعني ما كسرتها أصداً ما؟ وليش حتى أكسرها سيدي؟ طالما أنا طوعت لصلحها ليش حتى أكسرها؟ طيب كان في حدا جنبك لما انكسرت؟ كان في العامل مروان سيدي. خالد طلع فيه منيح، أنت وعدتني إنه الباص يشتغل. بإذن الله سيدي بإذن الله. راح أعطيك فرصة تانية. بعد بكرة راح تسمع بإذنك صوت المحرك عم يدور سيدي. إن شاء الله. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. شو فهمت مني؟ مين ما سألك بتقول خالد اللي كسرها بعد ما رفع على الأرض مشان يقول انكسرت لحالها، مفهوم؟ مفهوم عليك. عود. وبعد ما أرجع السلم رئيس مرآة أنت رح تكون ذراع اليمين، ورح اخلي كل السائقين يحسبوا لك الف حساب. انا ماني شايف انه القصه مستاهله كثير. قطعه وانكسرت، شو صار؟ اصلا الميكرو هيك هيك عاطل. يا غشيم
الشغلة صارت أكبر من هيك. الشغلة صارت شغلة تخريب ويمكن تكبر. ويمكن صاحبك يروح فيها بسين وجيم. بعدين لا تنسى إنه الأستاذ ممدوح هو اللي يتولى الموضوع بنفسه وما راح يشيل إيده منه لحتى يجيب أجله. بقى مثل ما فهمتك، لا تضعف وخليك عن كلامك ولا تخاف. طمن، أنا مالي جاي أسألك عن المعاملة لأني متأكد إنه ما نسيتها. فعلا ما نسيتها، إن شاء الله بأقرب فرصة بتجي بتلاقيها موقعة خالصة. لا يكن لك فكرين. أنا جاي خبرك إنك تاخذ راحتك وما تستعجل، لأني مسافر أسبوعين لجنيف بشغلة مهمة وأملي كبير بس أرجع لقي المعاملة جاهزة. الله يطمنك بالخير. الله ريعتني. تروح وترجع بالسلامة. الحقيقة الحكي بهيك مواضيع مع المدير العام في شوية صعوبة، والمشكلة إنه المدير العام ما عم يرضى الواحد يفوت لعنده يحكي معه كلمتين على بعضهن، لكن أنا بوعدك من رجعتك بتلاقي المعاملة موقعة خالصة. شو رأيك؟ فكرة رائعة كتير، رح تسمح لك تفوت على كل غرف المديرية. بس يا ترى رح تقدر عليها؟ هلا كل شيء قدرت عليه ولساتك بتشك فيه. أنا ما بنكر إنك نفذت كل أدوارك بصورة دقيقة جدا ومحترفة، بس الدور عم تفكر تلعبه مو سهل، وهي غلطة ممكن تكشفك وتفشل كل الخطة. بعرف، مشان هيك أنا لازم أتمرن على الدور منيح، وأنا رح باخدك على محل يساعدك على التمرين كتير كتير.